بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا رسول الله ومن والاه. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اجعل هذه المجالس خالصة لوجهك الكريم، اللهم اجعلها في ميزان حسناتنا جميعا يوم نلقاك، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. بعد أن أمرنا الله سبحانه وتعالى بالتثبت في الأقوال وفي الأعمال، وبين لنا بأن من الواجب علينا أن نعامل الناس على حسب إيه؟ الظاهر، والله وحده هو الذي يتولى السرائر، وقال: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، أي فتثبتوا، إذا سرتم من أجل الجهاد في سبيل الله فتثبتوا، ولا يرفع أحدكم السيف في وجه غيره إلا إذا تأكد من أن هذا الغير يقاتله وهو على غير دين إيه؟ الإسلام. لكن إذا نطق بالشهادتين يبقى في هذه الحالة علينا أن نرفع السيف إيه؟ عنه. ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. بعد ذلك قسم الله عز وجل الناس إلى ثلاثة أقسام، فماذا قال؟ قال: لا يستوي القاعدون من المؤمنين، يعني لا يستوي، لا يتساوى في الأجر عند الله. لا يستوي بمعنى ايه يا اخوانا؟ يعني لا يتساوى، لا يتساوى في الأجر عند الله من جاهد بنفسه وبماله ومن قعد عن ايه؟ عن الجهاد. لا يستوي من عمل العمل الصالح ومن عمل العمل ايه؟ السيء. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوي. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون. أفنجعل المسلمين كإيه؟ كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ دايما المقارنات، القرآن يسوق المقارنات. لما؟ ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حيا. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. أدي معنى لا يستوي، يعني لا يتساوى، لا يتساوى في ميزان الله وعند الله وفي العدالة التي الله سبحانه وتعالى جعلها من صفاته. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا إيه تظالموا. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله، يعني لا يستوي الذي لم يجاهد مع الذي ايه جاهد. طيب امال كلمة او جملة غير اولي الضرر؟ قال لك دي جملة معترضة، كأن سائلا سأل وقال: يا رسول الله، طب والمريض الذي يتمنى ان يجاهد ولكنه لا يستطيع لمرضه؟ فجاءت الايه الآية: غير اولي الضرر. وفي سبب نزول هذه الآية الكريمة وردت روايات متعددة. من هذه الروايات أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما دعا أصحابه إلى الجهاد جاء رجل
قد كف بصره وقال: يا رسول الله، أنا أتمنى أن أكون معك وأن أجاهد في سبيل الله، لكن أنت تعلم بأن حالي وبأني لا أرى، قد كف بصري، فهل لي من ثواب؟ هل لي من ثواب؟ فنزلت هذه الآية الكريمة: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر، يعني الذين ليس في إمكانهم أن يخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم للجهاد بسبب مرضه، أو بسبب أن بصرهم قد كف، أو لأي سبب مشروع، قد يشاركون المجاهدين في الأجر ببركة إيه؟ نيتهم، ببركة نيتهم. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. وفي غزوة تبوك اللي حدثت سنة 9، في السنة 9 من الهجرة، الرسول عليه الصلاة والسلام خرج بجيشه، وكانت هذه الغزوة في وقت شدة الحر والناس في فقر، فجاء جماعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتهيأ للخروج لغزوة تبوك، وقالوا: يا رسول الله، أنت وأصحابك الآن قد خرجت للجهاد، نحن نريد أن نخرج معك، كل ما نريده يا رسول الله أن تحملنا معك، يعني نريد أن نجد الدابة التي نركبها، لأن المسافة بين المدينة وبين تبوك مئات الكيلومترات. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم: لا أجد ما أحملكم عليه، ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم لكي يخرجوا معك للجهاد قلت لهم: يا محمد، لا أجد ما أحملكم عليه، تولوا، يعني عادوا إلى بيوتهم وأعينهم تفيض من الدمع حزنا. ما قالوش بركة يا جامع، لا، يريدون الجهاد ولكن لا يجدون، تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف. انظر كيف يفصل القرآن الكريم الأحكام ويعطي كل ذي حق حقه. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يسير بالجيش إلى تبوك في السنة 9، كان من بين ما قال: لقد خلفنا بالمدينة رجالا ما سلكنا شعبا ولا قطعنا واديا إلا وشاركونا في الأجر، إلا وشاركونا في الأجر، حبسهم المرض. فالله تعالى يقول: غير أولي الضرر، يعني القاعد بدون عذر هو الذي لا يتساوى مع مين؟ مع المجاهد. لكن الذي لمرضه لم يستطع أن يخرج مع المجاهدين، له الأجر ولا ليس له الأجر؟ له الأجر، لأن المرض هو الذي منعه، أو عذر شرعي هو الذي منعه. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر، يعني غير المرضى وغير العميان، ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. ثم جاء التقسيم: فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى. كأن الله تعالى يقول: رغم أن هؤلاء منعهم العذر
بسبب المرض أو بسبب كذا أو بسبب كذا. مع كل هذا فالمجاهدون الذين خرجوا واستشهدوا وقتلوا فعلا وهم يجاهدون في سبيل الله أيضا لهم درجة إيه؟ مميزة، درجة مميزة. أدي معنى الدرجة. يبقى الدرجة هنا للمجاهدين الذين قال الله تعالى في شأنهم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا إيه؟ تبديل. يبقى إذن المجاهدون الذين استشهدوا دول في أعلى الدرجات، يليهم قوم يريدون أن يجاهدوا ولكن لم يجدوا إيه؟ الوسيلة التي يجاهدون إيه؟ بها. دول اللي فضل الله المجاهدين الذين استشهدوا عليهم إيه؟ درجة واحدة. طيب، والذين قعدوا عن الجهاد وفي إمكانهم أن يجاهدوا، ده القسم الثالث. وفضل الله المجاهدين على القاعدين إيه؟ أجرا عظيما. يعني على القاعدين بدون إيه؟ بدون عذر. يبقى كأن الناس أصبحوا كم قسم يا أخوانا؟ ثلاثة: مجاهدون وهم واستشهدوا وهم يجاهدون، أو عادوا بعد أن أعلنوا كلمة الله وبعد أن أدوا رسالتهم، دول في أعلى الدرجات. يليهم اللي هم مجاهدون بقلوبهم ولكنهم لم يستطيعوا الخروج لإيه؟ لضعفهم، لمرضهم، لصغرهم، لعدم وجود الوسائل التي تعينهم على إيه؟ على ذلك. برضو فضل الله المجاهدين عليهم بدرجة واحدة، لكن القاعدون بدون عذرين. القاعدون بدون إيه؟ عذرين. وقد ينطقون بكلمة الإسلام. دول فضل الله المجاهدين عليهم بدرجات إيه؟ وفضل الله المجاهدين على القاعدين إيه؟ أجرا عظيما. قاعدين بدون إيه؟ بدون عذر. درجات منه ومغفرة ورحمة، وكان الله غفورا رحيما. انظر إلى عدالة الله عز وجل وإلى تقسيمه الناس إلى تلك الأقسام إيه؟ الثلاثة: مجاهدون مدحهم الله وجعلهم في أعلى الدرجات، أناس يحبون الجهاد ويتمنون إعلاء كلمة الله ويتمنون الدفاع عن دينهم وعن عقيدتهم وعن أوطانهم، ولكنهم لا يجدون إيه؟ الوسائل. الذين قص القرآن قصتهم في سورة التوبة: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليك تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. ده اللي هم النوع الثاني، وله أجره العظيم عند الله. النوع الثالث نوع قعد عن الجهاد وعن إعلاء كلمة الله وعن الأمر بالمعروف وعن النهي عن المنكر وعن أن يبذل ما يستطيع أن يبذله من أجل إحقاق الحق وإبطال الباطل. هذا له الدرجة إيه؟ الدنيا. الدنيا دي أقسام الناس الثلاثة كما جاءت في هذه الآية الكريمة: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولو الضرر، يعني غير أصحاب الأعذار، والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين. على القاعدين بإيه؟ بعذر. على القاعدين درجة، وكلا
كلا من المجاهدين والذين قعدوا عن الجهاد. ليه؟ لأعذار. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. فضل الله المجاهدين على القاعدين، يعني القاعدين بعذر درجة. والأول القسم الأول والثاني وعد الله إيه؟ وعده الله بالدرجة الحسنى، وكلا وعد الله الحسنى. طيب القسم الثالث قال لك وفضل الله المجاهدين على القاعدين بدون عذر أجرا إيه؟ عظيمة، درجات كثيرة فضل الله بها المجاهدين على القاعدين بدون عذر، درجات منه ومغفرة ورحمة، وكان الله غفورا رحيما. وهنا يسأل سائل ويقول عرفنا أن الناس ثلاثة أقسام، وعرفنا أن أعلى الدرجات هم من؟ هم المجاهدون بأموالهم وأنفسهم، يليهم الذين يحبون إعلاء كلمة الله ولكن ليس عندهم إيه؟ الوسائل، كما قال الله تعالى ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض إيه؟ حرج. طيب الذين يرضون بالذلة والهوان وفي إمكانهم أن يدافعوا عن أنفسهم وفي إمكانهم أن يدافعوا عن حقوقهم وفي إمكانهم أن يدافعوا عن دينهم وفي إمكانهم أن يدافعوا عن إيه؟ عن كرامتهم الإنسانية، ما عقابهم؟ واضح يا أخوانا هذا الكلام؟ بعد أن قسم القرآن الناس إلى كم قسم يا أخوانا؟ ثلاثة. وعرفنا أن المجاهدين أعلى الدرجات، يليهم من يريد الجهاد ولكنه لا يجد الوسائل، بعد ذلك يليهم الذين في إمكانهم أن يجاهدوا ولكنهم أحبوا القعود طمعا في زينة إيه؟ الحياة الدنيا. ما يعني ماذا قال الله تعالى في شأنهم؟ تأتي الآيات الكريمة، إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، إن الذين توفاهم الملائكة إيه؟ ظالمي أنفسهم، قالوا أي قالت لهم الملائكة فيما كنتم؟ أين كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا قالت لهم الملائكة ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم. شوف مأواهم جهنم، منزلهم. المأوى هنا بمعنى إيه يا أخوانا؟ المسكن، المسكن. مأواهم جهنم وساءت مصيرا. ويأتي أيضا الاستثناء، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون إيه؟ سبيلا. فأولئك عسى الله إيه؟ أن يعفو عنهم، وكان الله عفوا غفورا. إذن السورة الكريمة كما سبق أن قلنا تنظم المجتمع الإسلامي هذا التنظيم الدقيق الحكيم، وتقسم الناس إلى هذه الأقسام الثلاثة، وتبين عاقبة كل إيه؟ كل قسم. الآن الحديث عن أولئك الذين رضوا بالذلة وبالهوان وفي إمكانهم أن يدافعوا عن دينهم وعن وطنهم وعن أرضهم وعن كرامتهم، لكنهم رضوا بإيه؟ بالذلة وبإيه؟ وبالهوان. طب هنا أن يقول إن الذين توفاهم، إن بحرف التوكيد، إن الذين تقبض الملائكة إيه؟ أرواحهم، هذه معنى توفاهم. توفاهم الملائكة أي تقبض الملائكة إيه؟
أرواحهم إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. يعني الملائكة أو ملك الموت عندما قبض أرواحهم كانوا قد عاشوا في الذلة وفي إيه؟ وفي الهوان، ورضوا بأن يستعبدهم غيرهم من الذين لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. رضوا بالذلة، رضوا بالهوان، رضوا بالضعف. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا، الضمير في قالوا هنا يعود لمين يا أخوانا؟ للملائكة. أي قالت لهم الملائكة عند قبض أرواحهم: فيما كنتم؟ أين كنتم في حياتكم؟ ردوا عليهم وقالوا: كنا مستضعفين في الأرض. ده الكلام ده يقال عند خروج الروح. الملائكة تبشر المؤمنين الصادقين وتنذر أولئك الذين فسقوا عن أمر ربهم. تبشر المؤمنين الصادقين كما في قوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. متى؟ عند قبض أرواحهم: ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أدي المؤمنين الصادقين تبشرهم الملائكة عند قبض أرواحهم: لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذا حال السعداء من الرجال ومن النساء. لكن حال الأشقياء: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. ظلموا أنفسهم كيف؟ قال لك: ظلموا أنفسهم لأنهم رضوا أن يعيشوا إيه؟ أذلاء، تعساء، لا يدافعون عن دين الله، ويرون المنكر فلا يتأثرون، ويرتكبون المنكر عن تعمد. ده ظلم للنفس ولا مش ظلم للنفس؟ الظلم يا أخوانا ثلاث أقسام. قد يكون الظلم بين الإنسان وخالقه، قد يكون الظلم بين الإنسان وأخيه الإنسان، قد يكون الظلم بين الإنسان ونفسه. الظلم الذي يكون بين الخالق والمخلوق أن يعبد المخلوق إلها سوى إيه؟ خالقه. إن الشرك لظلم عظيم. يعني إن الإشراك بالله لظلم عظيم. ظلمك لنفسك أن تتركها وهواها، تقصر في حقوق الله، أن تقول نفس: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. ظلم الإنسان لإيه؟ لنفسه. ظلم الإنسان لغيره أن تعتدي على حق غيرك بالسرقة، بالكذب، بالغش، بالعدوان. يبقى ده ظلم الإنسان لأخيه إيه؟ الإنسان. وكل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. فالمراد بالظلم هنا الرضا بالهوان والرضا بالذل. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا، أي قالت لهم الملائكة عند قبض أرواحهم: فيما كنتم؟ فيما هنا بمعنى أين كنتم؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض. يعني كنا ضعفاء عن أن نقاوم الظالمين، كنا ضعفاء عن أن نأمر بالمعروف وننهى عن إيه؟ عن المنكر، مع قدرتهم على ذلك كانوا ضعفاء في أدائهم لحقوق الله، في أدائهم لإيه؟ لفرائض الله عز وجل.
قالوا كنا مستضعفين في الأرض. ترد عليهم الملائكة، الملائكة ترد عليهم بقولهم ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ لماذا رضيتم بالذل والهوى؟ إن أرض الله، يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدوا. ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك، أولئك الذين ظلموا أنفسهم مأواهم أي مسكنهم جهنم وساءت مصيرا. يأتي أيضا الاحتراس يا أخوانا كما قلنا، وهذا من أسلوب القرآن الكريم، لا يعمم الأحكام. كأن سائلا سأل وقال يا رب هل جميع الناس هكذا من الرجال ومن النساء؟ تقول لهم الملائكة ما داموا لم يجاهدوا ولم يأمروا بالمعروف، تقول لهم الملائكة مأواكم جهنم وساءت مصيرا؟ قال لك لا، إلا المستضعفين من الرجال. شخص مريض، شخص لا يستطيع الدفاع عن نفسه، من الرجال والنساء والولدان الصغار لا يستطيعون حيلة، يعني لا يستطيعون الدفاع عن عن أنفسهم، ولا يهتدون سبيلا، ولا يعرفون كيف يدافعون، ما معهمش الأسلحة، وحتى لو وجدت أسلحة مش عارفين يستعملوها، لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. هؤلاء ما جزاؤهم؟ ما جزاؤهم؟ بين الله سبحانه وتعالى جزاءهم فقال فأولئك، يعني الرجال المستضعفين والنساء والولدان الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله، وكل رجاء من الله فهو يا اخوانا متحقق الوقوع، متحقق الوقوع. عسى ده حرف رجاء، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، أي أن رحمة الله سبحانه وتعالى تشملهم، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنا جميعا وأن يرحمنا جميعا برحمته الواسعة، وأن يجعل هذه المجالس خالصة لوجهه الكريم، وأن يجعلها في ميزان حسناتنا جميعا يوم نلقاه، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ لله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.